فرنسا اللي كانت تبربر شوية في العصابة وتتقرب منها وتبربرها وبقات مثلا في الدورة تاع العام اللي فات ما علنتش عن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي اللي تقدمت به فرنسا في المغرب في 2007 فيما يخص الصحة. ما تكلمتش عليه المرة هذه. تكلم ممثل فرنسا في الأمم المتحدة بوضوح تام، بوضوح تام. أسمع وش يقول ممثل الفرنسي في الأمم المتحدة. Décide de l'adoption de la résolution qui renouvelle pour un an le mandat de la MINURSO. Je souhaite rappeler le plein soutien de la France aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général. Sa récente visite dans la région et les consultations qu'il a pu mener sont positives. Je salue également le travail de la MINURSO qui joue un rôle clé dans la stabilité de la région et contribue à créer les conditions nécessaires à la reprise du processus politique. Nous nous félicitons de la reprise des opérations de ravitaillement des sites d'observation à la MINURSO à l'est du Berm en septembre. Une reprise pérenne reste toutefois nécessaire afin d'assurer ces ravitaillements de façon régulière. Il est également essentiel de garantir la liberté de mouvement de la MINURSO. La France rappelle sa préoccupation à l'égard des violations du cessez-le-feu. Elle appelle les responsables de ces violations à pleinement mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu afin de faciliter la poursuite du processus politique. Monsieur le Président. بعد ما عبر عن ارتياح فرنسا لتجديد عهدة المينيرسو في الصحراء وخاصة لمراقبة احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، وعبر عن رغبته في أن لا تنتهك هذه الاتفاقية مثل ما يحصل لها في العامين هذوما اللي فاتوا. ممثل فرنسا نسمعه الآن واش راح يقول. كل حال هو يقول ماذا بينا نرجعوا للحوار والمفاوضات والحل السياسي. نشوفوا درك واش يقول. La France défend une solution politique juste, durable. الجزائر فرنسا، فرنسا تدافع من أجل حل سياسي عادل ودائم. solution politique juste et durable. et mutuellement acceptable conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. وتكون هيكون هذا الحل مقبول من الطرفين. حسب ما جاء في لائحة مجلس الأمن للأمم المتحدة. rappelle le soutien historique clair et constant de la France au plan d'autonomie marocain. أيوة. يذكر لأن العام اللي فات ما ذكرش. العام يذكر بمساندة المساندة المطلقة والواضحة. بعد نسمعها. لفرنسا للمقترح الحكم الذاتي. rappelle le soutien historique clair et constant de la France au plan d'autonomie marocain. Ce plan est sur la table depuis 2007. Il est temps désormais d'avancer. Dans هذا المقترح الخطة راهي صوتها منذ 2007 طابعة الطاولة وجاء الوقت باش نتقدمه. cette perspective, la France encourage toutes les parties à s'engager en vue d'une solution pragmatique, réaliste, durable et fondée sur le compromis et soutient les efforts de l'envoyé personnel en vue de la reprise des tables rondes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà.
فرنسا مع حل سياسي، ما كان حتى واحد يتكلم على استفتاء تقرير المصير، لأنه قضية الاستفتاء انتهت بسبب بسيط. الاستفتاء هذا يعني 74,000 فرد من سكان الصحراء، 74 قائمة دارتها إسبانيا، 74,000 بعد 50 سنة وين راحوا؟ مبقاوش، كبروا، اللي مات مات، أغلبيتهم ماتوا، لأنه 74,000 هادو كانوا في عمرهم 61 سنة، 71 سنة، 50، 41، تقول 20 سنة. لو نحسبهم كامل كانوا عندهم 20 سنة في 74، اليوم عندهم 74 سنة. شحال من واحد مات في الحرب، شحال من واحد مات في ظروف معيشة اللي ما تساعدش على طول الحياة. يا ربي بقوا 2000، بقوا 1000، ما همش كلهم في تندوف. شحال بقوا في تندوف؟ وزيد لا تعمل استفتاء، مشي تعملوا في العيون، تعملوا في الدخلة، تعملوا في السمارة، يكونوا ليه مكاتب الاقتراع. شحال من واحد حيجي يشارك في هذا الاستفتاء في العيون ولا في السمارة ولا في الدخلة؟ شحال من واحد؟ يا ربي 1000. اسكو 1000 هادو ما يعبروا عن رأي مهما كان التعبير، سواء يقولوا نحبوا نتبعوا المغرب ويقولوا نستقلوا، مهما كان 1000 يبقاو. اليوم عندك سكان، الناس راهي عايشة. إذا حبيتها باش تعمل، حبيت تعمل استفتاء، الاستفتاء تعملوا للناس اللي راهم عايشين، اللي راهم عايشين في المغرب أكثر من اللي راهم عايشين في تندوف. إيه، والاستفتاء ماهوش في صالح البوليزاريو، ما يقدرش يكون في صالح البوليزاريو. تسمى حكاية فارغة. أحسن شيء أمشي تفاوض، أمشي الموارد المستديرة كما قالت لكم الأمم المتحدة. كاين مقترح تاع حكم ذاتي، وهذا مقترح جميل، ويا رب يا حبذا لو كان هذا المقترح يعملوا به في كل مناطق المغرب الكبير، ماشي غير في الصحراء، يعملوا به في الجزائر، في عدة مناطق، في تونس، في المغرب، في جهات أخرى. وعلاش هذا راح يدير الحكم الذاتي؟ هذا راح يحفز الساكنة تاع المناطق اللي عندها حكم ذاتي باش يعمل شغل كونكورونس بيناتهم، شكون يبني أكثر من الآخر، شكون يفوز أكثر من الآخر، وتكون حكومة مركزية اللي يتمحوروا حولها الجهات اللي عندها حكم ذاتي، كما هو حادث في إسبانيا، كما هو حادث في ألمانيا، كما هو حادث في نيجيريا، كما هو حادث في البرازيل، كما هو حادث في سويسرا، عشان بالك غير في لا حد في الجزائر لما تقول له الحكم الذاتي، ولا تقول له الاخر تسير ذاتي للجهات، ولا الاوتونومي، وراك مسيت الوحده الترابيه، مسيت الوحده الوطنيه. الوحده الوطنيه كيما راهي هاك، مي راكم تغمسوا تاكلوا، ينعبوها معنا ما نديروا بها، معنا ما نديروا بها الوحده الوطنيه. والحكم الذاتي للمناطق عمره ما كان مساس بالوحدة الترابية ولا الوحدة الوطنية. ولكن هادو علاش يحوسوا؟ يحوسوا يبقاو دايما باش يسيطروا الشعب الجزائري، لأن الحكام هما السوسة المنطقة، هما السوسة المنطقة. وآخر قرار خرجوا به هو شنو؟ شو يخرجوا؟ قرارات سرية لقمع الشعب، قرارات سرية لقمع الشعب، ما كان حتى دولة نديرها، ماشي قوانين، ماشي قانون، قرار اللي يخرج من الفوي ويحكم بلا قانون. كلموا على هذا القانون، القرار الجديد هذا اللي اتخذوه بعد الفاصل. هشام عباس صحفي حر، هشام عباس